ما هي الأزمة الدائرة الآن؟ حول ماذا يدور هذا الصراع أو هذا الاختلاف الآن في الكونغرس لتتحدث الصحف عن توقع بإغلاق حكومي وشيك؟ تحياتي لك آية ولكل مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية الكرام. في الواقع أن الأزمة في الكونغرس الأمريكي وفي أمريكا الآن هي أزمة سياسية قبل أن تكون أزمة مالية خاصة بقانون التمويل الحكومي الذي يسمح بإقرار ميزانية تسمح بتمويل أنشطة الحكومة للفترة المقبلة. هذا السيناريو تكرر في شهر سبتمبر الماضي، وكادت أمريكا أن تدخل في إغلاق كامل وليس فقط إغلاق جزئي لولا يعني مفاوضات الفرصة الأخيرة التي كان لرئيس مجلس النواب الجمهوري السابق كيفن ماكارثي دورا في تمرير هذا الاتفاق الجزئي الذي سمح بتمويل مؤقت للميزانية وتفادي الإغلاق لمدة 45 يوما، ودفع كيفن ماكارثي وقتها الثمن، ولأول مرة في تاريخ أمريكا يتم عزله من منصبه كرئيس لمجلس النواب من قبل الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري داخل الكونجرس الأمريكي، والذي رأى أن كيفن ماكارثي قدم تنازلات للديمقراطيين خاصة فيما يتعلق بمطالبهم بتقليل الإنفاق النفقات الضرورية أو النفقات غير الضرورية في الميزانية الأمريكية من جانب الرئيس بايدن حتى يتم تمرير الميزانية، ورفض الرئيس بايدن باعتبار أنها يعني مكونات جوهرية خاصة فيما يتعلق ب يعني برنامجه الاقتصادي وهو داخل ويدخل على الانتخابات ويريد أن يحقق إنجازات، وبالتالي هذا تقليل النفقات سيجرده من أهم إنجازات الاقتصادية، إضافة طبعا إلى تحفظهم على الدعم العسكري الأمريكي اللامحدود لأوكرانيا، ويريدون تقليل هذه الميزانية. وتم تمرير هذا الاتفاق حتى النصف منتصف نوفمبر الماضي، ثم جرت مفاوضات أخرى لاتفاق جزئي آخر سمح بتمويل جزء أيضا للميزانية لربما للتاسع عشر من هذا الشهر، وبالتالي إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق في سمى اتفاق اللحظات الأخيرة بشأن النفقات والتمويل وإقرار بنود الموازنة، ربما تدخل أمريكا في إغلاق كامل كما حدث في آخر 2018-2019 في عهد الرئيس ترامب واستمر 35 يوما. لكن أنا المشكلة هنا في هذه الحالة أن هذا الأزمة المالية تأتي وسط استقطاب سياسي حاد مع دخول الانتخابات الأمريكية، وهناك قضايا كل طرف يحاول أن يستخدمها ورقة للضرب ويعني توجيه ضربات إلى الطرف الآخر لاعتبارات انتخابية. وهنا تبرز بالطبع مشكلة الهجرة والحدود. يعني الرئيس بايدن قدم مشروع قرار لتمويل خاص بمقداره 113 مليار دولار يتضمن مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وأيضا 14 مليار دولار لإسرائيل، وأيضا طالب بميزانية لأمن الحدود، لكن الجمهوريين رفضوا هذه الحزمة من الميزانية، وأيضا الاعتبارات السياسية خاصة بالمناكفة السياسية بين الجانبين. يعني الجمهوريون يريدون إعاقة الرئيس بايدن، الرئيس بايدن أيضا لا يريد تقديم أي تنازلات فيما يتعلق بتقليل الإنفاق فيما يتعلق بالإنفاق العسكري الخارجي لدعم أوكرانيا أو الإنفاق الداخلي، لأنه هو يراهن على تحقيق بعض الإنجازات الاقتصادية المتعلقة بالبطالة ويعني توفير فرص عمل لكي تدعم موقفه في الانتخابات. وبالتالي هنا الظلال الانتخابات السياسية والانتخابات المقبلة تلقي بظلالها واستحالة من الاستقطاب. ساهم في هذا الاستقطاب أيضا هو انقسام مجلس الكونجرس الأمريكي ما بين أغلبية ضئيلة للجمهوريين في مجلس النواب وأغلبية ضئيلة للديمقراطيين في مجلس الشيوخ، وكل طرف لا يستطيع أن يمرر التشريع بدون توافقات مع الطرف الآخر، وبالتالي أصبح الرئيس بايدن وهو طبعا الرئيس الحاكم في البيت الأبيض كالبطة العرجاء يحتاج إلى تنازلات أو توافقات مع الجمهوريين. لكن حتى داخل الجمهوريين هناك جناح متشدد، هناك أكثر من 8-12 من السيناتور المتشددين الذين يرفضون تقديم أي تنازلات، وبالتالي نحن أمام يعني وضع صعب. هناك الصراع السياسي يعني انصب على القضايا حتى ذات الأولوية الوطنية، المفترض أن قضية الحدود وقضية الهجرة هي قضية مزمنة.